تفعلوا الجرس باش اي جديد لحتو يوصلكم نتوما الاولين. غنشارك معكم توتوريال اولا غنشارك معكم مكياج اللي غيكون ديال مناسبه ديال الحنه ديال صاحبتي. الله يكمل ليها بالخير والله يوفقها ويوفق كاع البنات لداكشي اللي كيتمناو ان شاء الله. وبغيت ندير معكم دغيا هذا الفيديو هذا ونشارك معكم هذا المكياج اللي كنظن لحت الفيديو ديالو قبل، مكياج ديال شي ان اولا شي غلام، وغنشارك معكم وغنشوفوا مع بعضياتنا النتيجه حيت ما عمرني جربته. اول مره غنجربه، كاينين ديزارتيكل اللي جربتهم وكاينين اللي ما عمرني جربتهم وغنجربهم معكم. دابا البابط هادو غنشد فيهم القصه باش ما ديرونجينيش، غنحاول دغيا ندير هذا المكياج باش نشوفوا النتيجه كيفاش غتكون. بالنسبه لاول حاجه درتها هو هذا الكريم ايدغاتونت اللي يلا وليت كنستعملها اوليو سكين. صراحه كاول استعمال صراحه كتعجبني، كنحس بانها كترطب لي وجهي. وثاني حاجه غنديرها هو هذا البرايمر، غناخذ فيه واحد الكميه بهذا السباتول هادي، بالنسبه للبرايمر هو اللي كيخلي الفون دو طان يبقى كما كيقولوا، كيخلي الفون دو طان هو اللي كيبقى شاد، وكذلك حتى الى عندكم لي بور اولا شي حاجه كيسدهم باش كيبقى الفون دو طان مات. هانتوما البنات من بعد ما درتو غادي نخلي واحد شويه بين ما ينشف، حيت هو صراحه كنحس به بحال كريم ايدغاتون نيت كيرطب مزيان. غنخليه شويه ينشف وغندير من فوق منه الفون دو طان. بالنسبه للفون دو طان اللي هو هذا الريفيرونس اللي خديت هو نيود، ما غاديش يبان لكم، ها نتوما غتشوفوا هنايا كيفاش داير شويه اسمر. غناخذ غير هذه الكميه هذه ها نتوما، والصراحه انا كيعجبني فون دو طان نديرو بيديا، ديروه على بحال هكا نقيطات باش كيتوزع لكم مزيان، ماشي بحال الا درتوه في بلاصه وحده كتبقى بلاصه فيها بزاف وبلاصه فيها شويه. وكذلك البنات ما تنساوش العنق ديالكم، كنظن غنزيد شويه العنقي هاد الفون دو طان. البنات صراحه زوين بزاف، صراحه عجبني الفون دو طان والثمن ديالو راه رخيص، يعني تقريبا داير شي شي 80 درهم او لا ما وصلش 90 درهم، 85 درهم تقريبا. الصراحه زوين بزاف، انا غنديرو هنايا الوجه كامل عاد غندير لونتي سام. واخا كيبان لكم البنات هنايا راه بيض، هو راه ما بيض ما والو، بالعكس راه تقريبا نفس اللون ديال وجهي او لا كاع سمر عليا بدرجه. هادي ديجا خديتها من اوريفلام، صراحه زوينين هاد لي سبونج هادو. غير هو هاد الفون دو طان البنات دغيا كيلصق في الاول، كيكون عادي كما تحطوه كتماصيوه مزيان وكيبقى يعني كيشد لكم مزيان في وجهكم. غادي نجيب لونتي سيرن و الكونتور، هذا فيه اونتي سيرن وفيه كونتور، غندير لونتي سيرن هنايا و غندوز الجهه الاخرى و غندير كونتور لاول مره صراحه كنديرو، غنديرو غير هنايا حيت ديجا انا عندي هاد العظمه هادي و غنركز عليها باش تبان. وهنايا شويه هنايا ديجا ندير غير شويه هنايا وصافي. هذا ناخذ نفس سبونج وغندير
هنا عاودت واحد شويه بالنسبه لهذه البنات باش تهزوا الخدود ديالكم شويه لفوق. انا كندير غير شويه صراحه، ما كنكثرش، وكنبقاو نضربوا فيه بحال هكا غير بشويه. باش كيجيكم بحال هكا، شوفوا البنات، وحتى من هذه الجهه هذه عاوتاني من جهه اخرى. وغدا ناخذ هاد اللوز باودر، هذه ديجا كانت عندي ديال اوريفلام صراحه زوينه بزاف، ولكن تقادت ليا وخديت غير بانانا العاديه ودرتها فوق منها. نديرها هنايا على البلايص اللي بغيتهم يتضواو اللي هما هادو. بحال هكا هنايا بالنسبه للعينير البنات، انا ديجا دايره الماسكارا ديال ايسونس الصراحه، حيت كتاخذ لي بزاف بزاف ديال الوقت الماسكارا، داكشي علاش درتها. ديجا ندير هاد الجيل فيكساتور ديال الحجبان، ها هو جباني كيفاش دايرين مفكسيين مزيان ديال بصح. بعد ناخذ هاد الايبرو هذا اللي ديال الحجبان، وغنجي غير نحددهم صافي. غير بحال هكا باش تقد اللون. وغدا نجي من الفوق وغندير الماسكارا اللي ديجا حتى هي شاركتها معكم في الفيديو السابق، من المشتريات اللي شريت اولا من الحوايج اللي شريت من شي كلام، ولكن الصراحه من شي ان، ولكن هذه الصراحه كانت في شي ان وماشي في شي كلام، يعني ما تابعش شي كلام، حيت شي كلام دابا راه هي بوحدها اللي بقات، لا مارك بوحدها اللي بقات في شي ان ديال الماكياج. هاد لي زارتيكل هادو كلهم حيدوهم. كنت خديتو غير من علي اكسبريس، وصراحه زوين بزاف، فيه هاد شيته بحال هكا، فيه الايلاينر وفيه هاد ستامب اللي بحال هكا، يعني كتحطوها على في عينيكم بحال هكا وكترسمو كتكون بحال هكا شتوها. وانا الصراحه هذه ما كنستعملهاش بزاف، كنستعمل الايلاينر. لاينر هانتوما قولوا لي كي جاكم المكياج ديالي. دابا غنزيد تقريبا، ما غنزيدش بزاف، غندير غير شي حاجه خفيفه فوق عيني، اللي اصلا انا ما عنديش مع فغا بيغ، ما عنديش مع داكشي بزاف فوق العينين. هذا ديال تا هو ديال شيكلام، هو هذا الريفيرونس ديالو، هذا سميتو لاف كيك، الريفيرونس ديالو 101.
وغندير شويه فوق عيني اللي هو نيس. ما لقيتش كندير، وغندير شويه نو كروج على ليف، غير نجربو، لكن غندير روج على ليف من الفوق. هناخد هاد سبونج هادي شوفوا البنات اللون ديالو، صراحه لونه واعر زوين بزاف. شوف البنات كيفاش داير، الصراحه واعر واعر بزاف. كما قلت لكم الريفرنس ديالو 101، سميتو لاف كيك، وفيه بزاف ديال لي ريفرنس. وغندير فوق منه هذا اللي تا هو ديال شيغلام، اللي تا هو هذا فراجو، حتى هو تا هو فيه لي بايت، غنديرو فوق منه بحال هكا. و نشوف شي. وهنا خديت واحد البغوص اخرى، واخا هادي راه ديال الفون دو طا ماشي ديال الهايلايت، ولكن ما لقيت حتى شي حاجه اللي حتى شي وحده اللي غنديرها الهايلايت. غادي ندير هنايا، شوفوا البنات صراحه اللون ديالو زوين. شوفوا غندير نقيطه هنايا وهنايا. الهايلايت اخر مرحله، وانا مازال ما درتش، مازال ما درتش لاكر، وكندير في الهايلايت. ما تديوش عليا البنات، راه قلت لكم ما كنديرش الماكياج بزاف، وتقريبا هذه اول محاوله اللي غنحاول معاكم وغنجربوا هاد المنتوجات هادو ديال شيكلان. غندير شويه هنايا، غادي نستعمل واحد من هاد لي غوج على ليف اللي نوريهم لكم. كلهم نيود، ما عرفتش اللون اللي غيجي معايا، لكن كنظن غندير اما هذا اما هذا. خا فونسي نقدر ندير هذا، باقي غندير هذا نيت، هذاك اللي ما اختاريتوش في الاول هو اللي غندير. غندير اول حاجه غنحدد لي ليفغ ديالي، عاد غادي ندير الغوج على ليف. خديت هذا ديجا، خديته من عند الناس 5 درهم، الصراحه صدق لي زوين. الجلوس اللي داير بحال هكا، نشوفو اللوين ديالو. صراحة كتحسو بيهم كريمين زوينين بزاف،
هانتوما اول استعمال كتحسوا بهم كريميين، غنخليهم حتى ينشفوا ونشوفوا. كنتمنى ما يكونوش هذوك اللي كينشفوا كيتقشروا في الفم، حيت صراحه كيديروا وجهوني بزاف. شوفوا الناس وقولوا لي الراي ديالكم في هذا المكياج هذا كيفاش جا، اللي جربناه بمنتجات ديال شي ان او شي غلام، قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاكم هذا المكياج هذا، واش عجبكم ولا لا. و الطريقه باش درت المكياج صراحه راه غير ديال المبتدئات، حيت انا كما قلت لكم كونتور برايمر الهايلايتس بزاف ديال الحوايج ما عمرني درتهم، اول مره كنستعملهم اول مره كنديرهم، وداك الشيء علاش ما تديوش على الطريقه كيفاش، ولكن شوفوا النتيجه وقولوا لي كيفاش جاتكم، كيفاش جاكم هذا المكياج هذا، واش جا زوين ولا لا. خليو لي رايكم في كومونتير، قولوا لي كيفاش جاكم هذا المكياج هذا، وكيفاش جاكم المنتجات ديال شي غلام، اللي صراحه انا بالنسبه ليا عجبوني بزاف، حيت الثمن ديالهم رخيص بزاف، والكاليتي راها واعره. نتمنى الناس اللي ما مشتركينش عندي يدخلوا يشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش اي جديد لحتو يوصلكم نتوما الاولين، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.